احمد زاهر، كلمني عنه، لان هو بيمثل الدور اللي قدامك، دور بقى المحامي الفاسد اللي بيحاول ان هو يلفق لك القضيه طول الوقت، وطول الوقت الصراع بينك وبينه. طيب في البداية أنا عايز طبعا أشكر كل الناس اللي اشتغلت معاهم في المسلسل. المسلسل مليان نجوم يعني طبعا الحقيقه. المنتج أحمد السبكي في البداية، والأستاذة شيرين عادل والمخرجة طبعا، والأستاذ محمد سيد بشير المؤلف، وكل الكرو اللي كان ورا الكاميرا، وكل النجوم اللي اشتغلت معاهم. أستاذ أحمد زاهر طبعا حبيبي، أحمد زاهر بحبه جدا جدا، ومن الممثلين الأقوياء جدا جدا قوي جدا، وأنا بحب أشتغل مع الممثلين الجامدين. بتلاقي فيه ادرينالين كده طالع عليكي وانت بتحضري المشاهد قبل التصوير، ورايحه تركيزك بيبقى اكتر، وبيبقى في حاله فنيه حلوه لو بتشتغلي مع حد كمان قلب ابيض وممثل كويس. احمد زاهر من نوعيه الناس اللي بيحب اللي قدامه يبقى كويس، وابقى واقف مثلا بيشتغل في حاجه، انا ممكن اقول له احمد اعمل كذا ولا كذا، يقول لي كذا احسن. كان التفاهم والتناغم بيننا كان جميل، وبشير كان كاتب مشاهد حلوه كان في قوي بينكم بينا. دويتوهات كتيرة وبلاقي يعني. الاستاذه شيرين بقى عامله ايه المشاهد مقطعاها كتير، فاعرف ان هي عاجبها المشاهد اللي بينا. والمشهد ده كان مشهد بصراحه يعني مهم قوي، ده في اخر ال لا في كذا مشهد، والمشهد لما كنت هتذبح ابنه اه اه ودخلت عليه، في اه كذا مشهد، بس انا وقفت طبعا عند مشهد وفاة الام، اه من فرحه لوفاة اه الام. طبعا خلينا نشوفه. ماشي. Ha 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 ha!